أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المملكة، لكن تهب برياح شرقية معتدلة السرعة تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تسود تهب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة أحيانا 26 كم في الساعة، 15 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى الملموسة 14 ورطوبة 72%. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد رياح نشطة 18 إلى 11، عجلون 15 إلى 9، جرش 15 إلى 10، والمفرق 14 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 15 إلى 8، البلقاء 18 إلى 12، عمان 15 إلى 9، مأدبة 17 إلى 8، البحر الميت 23 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 14 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 9، الشوبك 13 إلى 7، العقبة 23 إلى 14، ومعان 15 إلى 5 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 9، نفس الحرارة في الرويشد والصفاوي 16 إلى 9 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.